بجرأة وإحساس عالٍ مصر التلاوة العراقية، كيف سيكون أداؤه في هذه المرحلة؟ ننصت معاً إلى المتسابق محمد رضا سلمان الزبيدي من العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين
ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدين الكرام، تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. استمعنا بخشوع لتلاوة طيبة من المتسابق محمد رضا سلمان الزبيدي من العراق، طيب الله لكم الأنفاس. طيبة حبيبي. وأنتقل مباشرة إلى الأستاذ والشيخ محمد عصفور، تفضل. حياك الله حبيبي، وحيا الله أخونا محمد رضا. الله يحييك حبيبي الغالي، شيخنا العزيز. مبارك عليكم التأهل لهذا الله الدور. الله يبارك فيك. إن شاء الله إلى مزيد من التقدم وتأهلون إن شاء الله للأدوار القادمة. تلاوة رائعة وأداء مميز ما شاء الله. ذوقك الله يخليك. ويعني هفوات بسيطة، هل هفوات لو نتجنبها إن شاء الله؟ وإلا أنا ما أريد يعني أفصح المجال للنقد كتير، لكن أنا أعتبره نقد بناء واستمعوا لعله يفيدك. خادمة. عندنا على مستوى مخارج الحروف، مخارج الحروف عندنا التاء والهاء والراء، مخارج وصفات لازم تنتبهوا لها شوي. يعني التاء مثلا همسها يختلط بالسين، التستس بتطلع منك أتس 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 هكذا، حاول لا همس مع شدة أت أت ما يطلع هذا الصوت المشابه للمختلط بالسين. الهاء نفس الشيء تطلع مسهلة بين الهمز والمد، مثلا فيها فيها الأنها يمكن هذا صح. يمكن لصرف النفس تحافظ على النفس صح. شوية بس بتأثر في التجويد. انتبهت له صحيح. كذلك مثلا على مستوى الأحكام عندنا المتجاورات شوية في التفخيم والترقيق، مثلا على سبيل المثال كلمة عاقبة العين والألف فخمت منك شوية، المتقين التاء فخمت منك شوي. عندك الراء المضمومة، الراء المضمومة قريبة للراء لراء ورش، يعني لما يسبقها كسر بترقق شوية منك، فسيروا يغفروا، حاول تفخم الراء المضمومة شوي. وأزمنة الغنن والمدود حافظ عليها، يعني ما تخلي الجملة النغمية تاخذك إلى الخلل بالمتن الأصلي للقرآن. وهذه أبرز الملاحظات، وأتمنى تأخذها بعين الاعتبار إن شاء الله. لعل إن شاء الله بإذن الله نشوفك من المؤهلين الأوائل. متفضل منك نتعلم شيخ. موفق وأتمنى لك كل خير وكل نجاح. جزاك الله خير. الله يبارك في عمرك. الله يحفظك. شكرا جزيلا لكم. سيد كريم موسوي لكم الكلام. محمد رضا مشكور على هذه التلاوة. شكر لله. الله يسلمك. أنت تملك كل شيء، يعني أنت عندك صوت، عندك طاقة تنغيمية، وعندك ذكاء، ولكن أنا فرش شيء محيرني، ما أعرف هذا الارتباك منين يجيك. يعني هو مو ارتباك أستاذنا، أنا شوية صوتي تعبان فقط لا غير. بس هذا؟ أي بس. يعني أنت تقربي بأن أكو شيء هسه فمخليك صوتي مو هو. مو هو. نعم. هذا خلاص. نعم. الأستاذ عماد رامي تفضل. حياكم الله أستاذ. حيا أصلك. يعني كنت جيد لا بأس، قراءة لا بأس، وانتقال كان جيد بين المقامات، واللي بيشفع لك هذا القصة هي اللي صايرة معك إن شاء الله ربي بيعافيك ويقويك. والله الموفق إن شاء الله جميعا. فضيلة الشيخ باسم العابدي رأيكم. بارك الله بك يا محمد، الله يبارك بيك. بدأت بآية طويلة وهذه تؤثر قطعا على القارئ حينما يبدأ بآية طويلة وهو في بداية تلاوته، في من جهة الوقف والابتداء تكون مشكلة بالنسبة له. أسأل الله لكم التوفيق والمعافاة والشفاء. الله يبارك بك يا محمد رضا. الله يحفظك. شكرا جزيلا. ختاما مع السيد حسنين تفضلوا. شكرا جزيلا. أنا أتمنى أبو رهوفة المجيد المثابر القارئ الخاشع الصحة والسلامة حتى يسمعنا ويمتعنا بصوته اللي تعودنا عليه بالمحافل القرآنية التي تشهد له أيضا. شكرا جزيلا.
مثلت العراق خير تمثيل. الله يحفظك. ونتمنى أن نراك في المراحل المقبلة إن شاء الله. محمد رضا سلمان من العراق، شكرا جزيلا لكم. شكرا لله. شكرا جزيلا لك. الله يخليك.